البلاغ. أكيد أكيد. هو البلاغ دي خطوة لأن يعني يسجل التهديد، يسجل الاعتداء أو التهديد بشيء، بحيث وأيضا تأخذ الأمور شكلها القانون الطبيعي والرسمي. نحن نتمنى أكيد هذا التجاوب مطلوب، وأكيد وزارة الداخلية قاعدة تجاوب. هاي شوف لقطة التسقيط ذي شوي شوي علينا مهزاء الحين ما عندك. لقطة التسقيط هذه إيش معناته؟ اللي عنده مطلب يسقط، هذا جاي مشحون، جاي ما يدري شو القصة. نعم. يعني شوف الأصابع ذي وهي تسقط، ليش تسقط؟ أنت عندك مطالب، ليش تسقط؟ من الطبيعي أن رجال الأمن يدخلون لإعادة الأمن إلى 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 إلى, إلى الناس، لأن هذه السيتي سنتر مو بمالهم. السيتي سنتر ولا بمال مظاهرات، ولا بمال احتجاجات، ولا بمال تسقيطات. ولا حد يرضى ان اذا انت تبي تسقط، اذا انت ترضى تسقط، احنا ما نرضى ان تسقط. صحيح. والبلاد مو لك بروحك، هذه البحرين ما ملكتها، ما شريتها، ما ورثتها. فشوف لو 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 انت شفت حركه التسقيط تدلك دلاله تامه على ان الجماعه ذي داشين للتخريب. لا. داشين للترويع، داشين للتدمير، داشين يعني ليش انت تسقط؟ عندك مطلب، ارفع مطلبك في الاماكن اللي مسموح فيها بالمسيرات، والاماكن اللي مسموح فيها بالمظاهرات، والاماكن اللي مسموح فيها بالاحتجاجات. ثانية بالثانية، هل هذه الدخول الى السيتي سنتر تم بالترخيص قانونيا؟ مو لحاو الرخصة من الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية، إذا قالوا وزارة الداخلية لا نقول وزارة التجارة على أساس بعد أنا ما قتلت في سوق، لكن هل منحوا؟ ما منحوا رخصة. طيب إذا يودوهم بتقولون ليش يودوهم وبتصيحون؟ أكيد بيودوهم. الحين هاي في البلاد اللي هم قاعدين فيها، لأن والله لو طلعوا شو أقول لك، في البار زين؟ لهم في البار بعد يودوهم، مو في بيطلعون في السوق، ما حد يسمع صوتهم هناك في البار، بعد بيودوهم. فما بالك أنت لما أتي في السيتي سنتر وتطلع غير مرخص، غير قانوني، تسقط، تخرب، تروع، تشرد الناس في مكان ما له معنى. انت شنو وجهك السيتي سنتر؟ صحيح. اصلا انتوا ايش قصه المظاهرات هالايام؟ شاست عرفني حفاظني المطالب. الحين مطالبكم دشوا البرلمان وطالبوا بها، قالوا لكم دشوا الحوار وطالبوا بها، قلتوا لا. اكو شوف التسقيط، شوف التسقيط غير المنطقي اللي تستفز الناس دي. انت تسقطين ياتش مره واحده ما ترضى بالتسقيط، تشابك اشتباكته، مو انت اللي بديتي بتقولون طقوها واقتلوها وذبحوها، تشابكت معاها، تشابكوا كلهم، صارت الحرب الاهليه، صارت الفتنه الوطنيه، من اللي بداها؟ اللي غذ الفكره وهو جالس بعيد، مو بذلين، هذا لين مجرد ادوات، هذا لين مجرد وقود، هذا لين مجرد شو اقول لك عاد؟ هذه هم اللي دازينهم. لكن اللي جالسين سواء كانوا في الداخل او في الخارج هم من يريدون تخريب البحرين. نرد نقول نقطة واحدة، باكر يجب على الجميع اللي في مناطقهم ومقتنعين بالانتخابات أن يذهبوا إلى صندوق الانتخاب، لأن صندوق الانتخاب هو اللي يقطع على الفتنة. لا. ليش؟ لأن احنا نأسس لديمقراطية. صحيح. ديمقراطية تقولون تبون وستمنستر وما تبون انتخابات. نعم. وتقولون حق اللي بينتخبون ترغبون. الجميل أن أبو عبد الله اللجنة العليا المشرفة على سنوات الانتخابات دعت الناخبين ممن يعني فازوا مرشحينهم بدوائرهم. نعم. ماشي، يعني دعت الناخبين ممن فازوا في دوائر التزكيه، دعتهم لتوجه الى المعهد الديني المركز الاشرافي في المنامه لتثبيت حقهم الدستوري في المشاركه من خلال ختم جوازهم، وهي التفاته يعني جدا جميله. اكيد مهم هذا الشيء، اكيد مهم وقانوني، ان شاء الله يسمعون بس هذه الدعوه ان شاء الله. والحمد لله يعني مر اليوم بسلام.